ينضم إلينا من كوفنتري السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. أهلا بك سيد رامي على شاشة الغد. يعني أريد أن أفهم من حضرتك ما الذي جرى وتفاصيل الضربة الأخيرة على مطار دمشق. نعم مساء الخير. طبعا المطار عاد إلى العمل بشقه المدني أو القسم الذي لم يستهدف بشكل رئيسي أو تضرر نتيجة الانفجارات بعد الاستهداف الإسرائيلي لداخل مطار دمشق الدولي. ويعني هناك هنجار أو مبنى حقيقة الأمر جرى تدميره فيما يعرف بالمطار العسكري أو الجزء الذي تهبط عليه طائرات شحن هاتية من إيران أو غير إيران. هذا تضرر ولم يعد إلى العمل حتى اللحظة. الانفجار كان داخل المطار وانفجار آخر خارج المطار، أي أن هناك استهداف للمطار ومحيط المطار من قبل الطيران الإسرائيلي من فوق الجولان المحتل أو فوق بحيرة طبرية مثل ما قال النظام. هذا الجولان المحتل الذي تخزن بالقرب منه آلاف الصواريخ الإيرانية، ولم نشاهد صاروخ واحد انطلق من هذه المنطقة باتجاه إسرائيل باتجاه الجولان المحتل. طيب سيد رامي، يعني هذا الإصرار الإسرائيلي، يمكن أن نسميه بالإصرار الإسرائيلي وتكرار استهداف المطار وبعض المناطق السورية، بالتأكيد له أهداف معلنة وأهداف غير معلنة. الأهداف المعلنة إيران، الأهداف الغير معلنة تدمير سوريا حقيقة الأمر. عندما تحيد الدفاعات الجوية السورية التابعة للنظام، أو سوريا بالنهاية هي تابعة للنظام، النظام ستبقى سورية بالنهاية. عندما تحيدها، عندما تكون هذه يعني الدفاعات الجوية غير فاعلة، عندما تكشف الأجواء السورية، تكشف الأراضي السورية، وتزرع إيران مئات أو آلاف المستودعات لصواريخها وسلاحها وطائرات المسيرة داخل الأراضي السورية، هذا يعني بأن سوريا تحولت إلى أرض صراع إسرائيلي إيراني على حساب أبناء الشعب السوري. الشعب السوري كان ينتصر المازوت وينتصر البنزين وينتصر الكهرباء، وإذا به تأتيه الإنارة عبر القصف الجوي الإسرائيلي على مستودعات التي اشتعلت وأنارت دمشق ومحيطها. طيب، محللون قالوا بأن معركة إسرائيل على المطارات كانت الأبرز في عام 2022، وذلك كما ذكرنا لتحقيق هدفين، وهما ضرب الدفاعات الجوية والثاني هو ضرب المطارات وأيضا شل قدراتها. كيف تعلقون على ما يرى من قبل المحللين؟ نعم، هي كانت الأصعب حقيقة الأمر، أصعب لأنها استهدفت عصب الحياة في سوريا. عندما تشل المطارات تشل سوريا الموجودة يعني في حصار شبه كامل نتيجة العقوبات الأمريكية ونتيجة علاقات النظام. وعندما يحيد مطار دمشق ويحيد مطار حلب، هذا يدل بأن إسرائيل تريد أن تقول للنظام سنستهدف كل شيء داخل الأراضي السورية. يعني هل هذا يعني أن إسرائيل ستستأنف هذه الضربات وستستمر في هذه الضربات خلال هذا العام؟ أنهتها قبل أيام العام الفائت، وبدأتها في مطلع العام الجاري بضربة على منطقة حيوية، في رسالة واضحة من الحكومة الإسرائيلية أن حتى المطارات مستهدفة. ولكن أنا أعيد وأكرر أن إيران هي التي تعطي ذريعة لإسرائيل لاستهداف التراب السوري، وإيران حتى اللحظة لن تقدم أي شيء لأبناء الشعب السوري ولن تجلب لهم سوى الدمار والخراب. بمعنى آخر، هل أصبحت سوريا ساحة لتصفية الحسابات ما بين إيران وإسرائيل؟ بشكل قطعي هي ساحة، هي ساحة منذ سنوات لتصفية الحسابات بين إسرائيل وإيران على حساب أبناء الشعب السوري. أنا سألت حزب الله لماذا لم يطلق صاروخ واحد على إسرائيل يا سيدي على الجولان المحتل ردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية. طيب سيد رامي، يعني ماذا عن إمكانية ربما ردع هكذا هجمات من قبل الجانب الإسرائيلي؟ لا يوجد إمكانية، لأن لا يوجد دفاعات جوية قادرة على التصدي للصواريخ الإسرائيلية. الS-300 ذهب إلى روسيا، لا يوجد إلا السلاح الموجود لدى الدفاعات الجوية. نتحدث نحن فقط العام الفائت 36 ضابطا وعنصرا من الدفاع الجوي قتلوا بالقصف الإسرائيلي. هم حاولوا التصدي ولكن لا يوجد إمكانية للتصدي بالأسلحة الموجودة حاليا. السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، كنت معنا من كوفنتري، شكرا جزيلا لك.